خلينا نشوف الأول رأي الناس ونرجع نكمل حوار. إيه رأي حضرتك في جهود الدولة في مجال بطاقات التمويل؟ والله البطاقة هي البطاقة كويسة عامة، يعني بتوفر لنا برضو حاجات إن إحنا مثلا بنلاقيها عند بتاع التمويل، وعشان ما تبقاش علينا غالية برة هي موفرة كل حاجة، حتى الخبز العيش وكل حاجة متوفرة فيها. حصل فيه فرق إن الرغيف باخده بالساهل وباخد نقط، في نقط بروح أخدها بجيب بيها سلمون، بجيب بيها حاجة اللي أنا احتياجات البيت. يعني نفر عنده 4 أفراد أو 5 أفراد ب 250 جنيه يقدروا يظبطوه، يقدروا يمشي شعره برضه. ما بقتش اشتري حاجة دلوقتي من برة، يعني كل حاجة بجيبها من التموين، بجيب الزيت والسكر والرز من التموين والعيش من التموين. بصراحة هي قايمة بمجهود كبير قوي، وبالذات منظومة الخبز والمواد التموينية المدعمة للمواطنين. بالنسبة لمنظومة الخبز طبعا كل فرد النهاردة باخد 5 رغيفة بيكفوه بزيادة. بالنسبة للمواد التموينية بحصل على زيت وسكر طبعا من محلات البقالة. في حاجات كويسة البطاقة بتديها، فرق العيش الناس بتاخده وبتستفاد بيه، طبعا العيش ده أساسي طبعا في التموين. احنا كنا الأول بندفع فلوس وناخد حاجات مسوسة ومعفنة، الوقت الحاجة بنلاقيها، ولو احنا مش عايزين الزيت والرز باخد بدلها سلعة تانية. شايف ان في دعم حلو من الدولة بالنسبة للتموين، يعني احسن من زمان. بالنسبة باخد انا حاجات مثلا ما قادر مثلا في الشهر 60 جنيه حاجات لفرد واحد بالنسبة لي أنا، فهماني؟ فحاجة كويسة إن أنا باخد سلعة بستين، ما تعادل 60 جنيه، ما بدفعش جنيه، حاجة كويسة. تموين بصراحة جميل، يعني وفر حاجات كثيرة جدا للناس، يعني بدل السوق السوداء اللي كان بيحصل في السوق السوداء والكلام ده كله. حاجة ممتازة، التموين كامل، بناخده السلع الزيت، بناخده السكر، بناخده حاجات أخرى تانية، بننجي على كتنا، ما فيش بجال تمويني بيفرض علينا أي سلعة. منظومة السلعة التموينية، البطاقة التموينية بالذات خدمت معدوم الدخل بالذات، يعني الناس البسطاء، الناس الضعفاء، الدعم بقى بياخد النهاردة من فوق يدي الناس اللي تحت. ما فيش تغيب العيش، لأن الأفران كتيرة قوي، والواحد الفرن اللي بتعجبه بيجيب منها، ما مش مقياد بفردة معينة يعني. طبعا واضح ان الناس مذاكره تماما، يعني واضح ان الناس حافظه. الدكتور ابراهيم بيضحك يعني على دليل ان انت ان انا اللي جاي متاخر، يعني ان موضوع العلاقه ما بين وزاره التموين ومتلقي الخدمه بقت عشره طويله قوي، الناس فاهمه، علاقه ابديه، الناس فاهمه ايه الموضوع.